عمل وكيل فيه منحرف. اه الواد بيقول له ما تكذبش يا عم، بيقول له ما تكذبش يا عم انت اللي بيكذب بيروح النار. اما طفل بيقول له كده، بيقول له ما تكذبش يا عم انت كنت بتدخلني الاوضه وبتقفل عليه، بتقفل عليها بالمفتاح. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. كلهم بصراحه اتعصبوا معايا بالاسم، كلهم مع طفل، طفل بريء. قالوا ده يتحول النيابه على طول، من يتحول النيابه ثلاث ايام ويخرج، ويخرج ويمسك جدول ويدرس للعيال كمان. ده بازاي؟ ده عدل يعني؟ ده عدل؟ ده عدل اصلا؟ ده ما يرضاش ربنا. انت اتاكدتي ان هو رجع تاني؟ اه رجع وبيفرق دبس، بيفرق دبس حاجه ساعه، يقول انا كنت في مشكله وطلعت منها. يعني معنى ايه؟ خلاص كده خلص. يعني معنى ايه مشكله طلع منها؟ يعني معنى كده يبوظ جلد حاله وبهدل جلد حاله. يعني ايه في مشكله طلع منها؟ انت تابعته النيابه، تابعته مع النيابه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل رفعت قضيه عليه. انا رفعت قضيه ومعانا رقم القضيه المستنيه طبيب الشرع، معانا رقم القضيه. هو ده اللي يعني، هو خرج يا ابو محمد، هو معانا رقم القضيه. يعني القضيه ما انتهتش. اه لسه ما اعرفش هو طلع ازاي، ما اعرفش طلع ازاي واستلم جدول ويشتغل ازاي. ازاي ده؟ ده ازاي ده لو في عدل فعلا، ده اصلا يشيل في ميدان عام. السؤال دلوقتي بما انه رجع المدرسه، بسال يعني او بتخيل، معرفش لو في اطفال تانيين في المدرسه بيحصل لهم دلوقتي نفس اللي الله اعلم، يمكن مخوفهم زي ابني كده. الله اعلم، يمكن مراقبهم زي ابني ما كان معاه مراقب كده، مربي له الرعب، مربي لابن الرعب. الواد يتنفض ويخاف. طب قول لي ما تخافش، الواد ما قاليش الا لما بقيت خلاص فاض جايه بقى كل خلاص يوم تسأل على طول. في ايه في ايه بيقول لي يعني لقيت مناطيل قد ايه؟ مناطيل قد ايه؟ هل فكرتوا ان انتوا بعد ما عرفتوا ان هو رجع تاني يمارس عمله في المدرسه ان انتوا تروحوا له مثلا او الولد خايف يروح؟ لا، هل انتوا كاولياء امور يعني فكرتوا تروحوا المدرسه انت كاب مثلا؟ لو راح كان والله انا صراحه لو شفته يعني ما اعرفش اعمل فيه ايه صراحه. يعني ما بعد ابني ما فيش ده اب ونقوم يعني. تخيل يا حضرتك انت مكاني هتعمل ايه؟ والله الاجابه ممكن تزعل فمش هقولها. يعني طيب تبقى غير قانونيه. تبقى مش لازم شيء يعني الواحد يفرض عن شعوره اكيد هيعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بيه، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. انت 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 يعني بلاش تقول لي يعني تفاصيل يعني، بس انت موظف ولا بتشتغل ايه ولا بتعمل ايه؟ والله حضرتك انا موظف في مكان حكومه. في مكان حكومه. اقول المدام انا موظفه. برضه موظفه يعني. يعني انتوا اسره مصريه مكافحه بتحاول كلنا يعني بتمشوا الحال الحمد لله رب العالمين. على قدها ونفسها تعلم عيالها التربيه الجميله كويسه اللي احنا ما شفناش في عيالنا، عايزين نشوفه في اللي ما شفناش في نفسنا نشوفه في عيالنا. يعني كان نفسكم تطلعوا عيالكم حاجه الدنيا وبتعلمين صح على اصول مش ودينا هنا ولا هنا. قال هي في الازهري. ازهري من ازهري عشان يتعلم اصول دين ويتعلم القران وكده. ازاي يخرج تاني ازاي؟ وازاي يمسك جدول ويروح يدي العيال ازاي؟ وازاي يعلم العيال تاني ازاي؟ ازاي يعني معنى كده اكيد ما في حاجه حصلت. يعني معنى كده الطفل اهو، الطفل هيكذب ليه؟ هيكذب ليه وابني تعبان؟ ابني تعبان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هل بتحكي الحكايه دي يا حجه يا ام عبده؟ نعم. هل حضرتك بتحكي الحكايه دي لقرايبك او زمايلك؟ لا مش قادره. مش قادره مش قادره احكي ازاي؟ انا عيالنا ما خايفين ولا لا؟ احنا كلنا كده. انا بنتي جالها انهيار عصبي لما عرفت، جبت لها الدكتور في البيت وما قلتلهاش. انا هو اللي قال لها لما لقيتنا كلنا زعلانين مع بعضينا. مامتك وبابتك كلهم زعلانين ليه؟ واخدين جنبي وزعلانين ليه يا عبده؟ قال لها بنتي جالها انهيار عصبي، جالها الدكتور في البيت وبنتي بتتعالج دلوقتي. يا لمبنا ربنا، احنا حزينين حزينين حزينين. يعني لو في واحد متوفي كان يا كان ارحم من كده. انا والدتي توفت ما عملتش كده. يعني لو متوفي ارحم من كده. انا والدتي، ما انا بقول يا رب، انا بقول يا رب اشتكيت لربنا عشان انا مسكينه واسره مسكينه على قد حالتها، مش قادره تقوم محامي ولا معاها محامي يخرجها ولا معاها محامي ان هو ينصرها. الناصر هو ربنا. انا ما اقولش الا يا رب، ربنا كبير وربنا يجيب لي حقي. وربنا هيبقى معاك يا حاجه، واحنا كلنا معاك يا عم الله. وما تقلقيش ما تقلقيش يعني عشان ما تقلقيش. انا حقي كده ضايع، حقي ابني ضايع. هيرجع ان شاء الله مسكين. لا حول ولا قوه الا بالله. هيرجع وان شاء الله وهيبقى زي الفل. يفكروا في عنده اكتر ويشوفوا. يا رب الدكتور بيقول لي المفروض ده يتعالج نفسني، المفروض ده نفسيته تاني. خليك خليك عشان نسلك نفسيتي تعبت. طبعا طبعا. انت عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى ايه؟ ظابط. عايز ايه؟ ظابط. ظابط. تقول لي ظابط عشان يمسكوا اللي يعمل حاجه وحشه كده امسكه اخنقه.
برافو عليك. واقبض عليه، بقول له انا عايزه في ظابط عشان اللي يعمل حاجه وحشه كده اخلوه واقبض عليه. ان شاء الله. برافو عليك يا عم. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي. النهارده ان شاء الله هيبقى معانا بقيه النادي الاهلي، واحنا بنتمنى ان انتوا تخرجوا ان شاء الله من الازمه دي. معلش بنعتذر ان احنا ما نقدرش نحلها في قعده، انما بقت قضيه راي عام، واحنا املنا كبير في ربنا قبل اي شيء، املنا كبير في قوى المجتمع العادله المنصفه انها تقف جنبكم في ازمتكم وتطمنوا على عبد ان شاء الله. على الاقل على الاقل يا معتز شيخ الازهر، متهيألي ان احنا مستنيينه في 90 دقيقه، الناس مستنياه، عايزين يعرفوا ازاي في مدرسه ازهريه نموذجيه يحصل الكلام ده. وفين الرقابه على الساده الاساتذه اللي بيدرسوا في المدارس دي، والعلاقات المريضه اللي ممكن تنشا عن طريق سلوك منحرف موجود في كل المجتمعات، مش بس في المجتمع بتاعنا، بس الضوابط والرقابه اهم وفوق كل شيء. وبنشكركم جدا على وجودكم معنا في 90 دقيقه النهارده، وهنتابع الموضوع ونتمنى لكم كل توفيق، خروج مشرف ان شاء الله من الازمه دي، يعني منصف ويرجع لكم حقكم. الطفل غلبان مسكين، احسن من الاول ان شاء الله. هيبقى من الاحسن، هيبقى احسن ضابط. تقعد معانا تشوف هذه خشبه، كابتن هذه خشبه وكابتن وليد صلاح الدين، عارفهم؟ في الاهلي؟ ان شاء الله هيقعد معانا، ما تخلوش يمشي، هنقعده شويه. خليكم معانا علشان في دلوقتي استراحه اعلانيه، وبعديها هنكمل في مساله قوى المجتمع بتناشد وبتطالب بالتصدي لما اصبح يعرف بظاهره التحرش الجنسي. خليكم معانا.